إلى ذلك عبرت قبائل الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء عن سخطها إلى قصف العدوان السعودي للقاع الكبرى، وأعلن النفير للأخذ بالثأر لضحايا المجزرة. قبائل اليمانية عالما جراء قصف العدوان السعودي مجلس عزاء والد وزير الداخلية في القاعة الكبرى في 8 من أكتوبر الجاري، حيث نفذ أبناء قبائل الحيمة الخارجية وقفة احتجاجية أكدوا فيها استنكارهم الشديد لهذه الجريمة النكراء التي راح ضحيتها نحو 1000 بين شهيد وجريح. نحن أتينا إلى هنا تلبية لدعوة أخواننا قبيلة خولة فيما حصل من الجريمة الشنعة الذي لم ترتكب في الحرب العالمية الثانية اللي حصلت في الصالة الكبرى في صالة العزاء، وجريمة نكراء بكل المقاييس يعني. وندين ونستنكر الجريمة التي عملوها في القاعة الكبرى لأهل الرويشات، ونحن في صفهم ومعاهم خولان وسنحان يعني للقتال في الجبهات. أبناء قبائل الحيمة الخارجية أعلنوا النفير العام لمواجهة العدوان السعودي في جبهات القتال ثأرا لشهداء وجرحى القاعة الكبرى من أبناء قبائل خولان ومختلف القبائل اليمنية. نحن نلبي دعوة الزعيم علي عبد الله صالح في النفير إلى الجهاد ضد آل سعود المعتدين، وسنضحي بأبنائنا ودماءنا وكل ما نملك من أجل كرامة هذا الوطن والعيش بحرية أمام المعتدين والطغاة وهيهات من الذلة. بالدم. القبيلة اليمنية تثبت كل يوم مدى عظمتها في الشدائد واستجابتها لرداء الوطن ونصرتها لقضاياه في مشهد يعكس مدى الترابط الوثيق بينها وبين جبهات العزة والصمود. يحيى الحبابي، اليمن اليوم.